بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين. الكتاب المقدس الأسفار القانونية الثانية طبعة مكتبة المحبة. السفر الأول سفر طوبيا الفصل الأول. كان طوبيا وهو من سبط ومدينة نفتالي التي في الجليل الأعلى فوق نحشون وراء الطريق الآخذ غربا وإلى يسارها مدينة صفت قد جلي في عهد شلمن آسر ملك آشور، إلا أنه مع كونه في الجلاء لم يفارق سبيل الحق، حتى كان كل ما يتيسر له يقسمه كل يوم على من جلي معه من إخوانه الذين من جنسه. ومع أنه كان أحدث الجميع في سبط نفتالي لم يكن على شيء من شؤون الأحداث، وكان إذا قصدوا كلهم عجول الذهب التي عملها يربعام ملك إسرائيل يتخلف وحده عن سائرهم فيمضي إلى أورشليم إلى هيكل الرب، وهناك كان يسجد للرب إله إسرائيل ويوفي جميع بواكيره وأعشاره. وإذا كانت السنة الثالثة كان يجعل جميع أعشاره للدخلاء والغرباء. وعلى هذا وأمثاله كان مثابرا منذ صبوته على وفق شريعة الله. ولما أن صار رجلا اتخذ له امرأة من سبطه اسمها حنة، فولد له منها ولد فسماه باسمه، وأدبه منذ صغره على تقوى الله واجتناب كل خطيئة. ولما جلي مع امرأته وولده إلى مدينة نينوى حيث كانت كل عشيرته وقد كانوا كلهم يأكلون من أطعمة الأمم، كان هو يصون نفسه ولم يتنجس قط بمأكلاتهم. ولأجل أنه كان يذكر الرب بكل قلبه آتاه الله حظوة لدى الملك شلمن آسر، فأطلق له أن يذهب حيثما شاء ويفعل ما يريد. فكان يطوف على كل من كان في الجلاء ويرشدهم بنصائح الخلاص. ثم إنه قدم راجيس مدينة ماداي، وكان معه مما آثره به الملك 10 قناطير من الفضة. فرأى بين الجمهور الغفير الذي من جنسه رجلا من سبطه يقال له غابيلوس في فاقة، فدفع إليه الزنا المذكورة من الفضة بصك. وكان بعد أيام كثيرة أن مات الملك شلمن آسر، فملك سنحاريب ابنه مكانه، فوقع بنو إسرائيل عنده موقع الكراهة. وكان طوبيا يطوف كل يوم على جميع عشيرته ويعزيهم ويواسي كل واحد من أمواله على قدر وسعه، فيطعم الجياع ويكسو العراة ويدفن الموتى والقتلى بغيرة شديدة. ولما قفل الملك سنحاريب من أرض يهوذا هاربا من الضربة التي حاقه الله بها بسبب تجديفه وطفق لحنقه يقتل الكثيرين من بني إسرائيل، كان طوبيا يدفن أجسادهم. فنما ذلك إلى الملك فأمر بقتله وضبط جميع ماله. فهرب طوبيا بولده وزوجته عاريا واختبأ، لأن كثيرين كانوا يحبونه. وكان بعد 45 يوما أن قتل الملك ابناه، فعاد طوبيا إلى منزله ورد عليه كل ماله.